مرحبا. قررت هيئة قناة السويس المصرية زيادة رسوم عبور السفن والقطاع البحرية للممر الملاحي الدولي. وأعلن رئيس الهيئة أسامة ربيع أن الرسوم سترتفع بنسبة 15% بدءا من مطلع العام المقبل. وأضاف أن الرسوم للسفن السياحية وسفن الصب الجاف التي تنقل البضائع غير المعبأة مثل الحبوب والفحم وخام الإسمنت سترتفع بنسبة 10%. وأوضح ربيع أن تحديد رسوم عبور السفن عبر القناة يتوقف على عدة عوامل، من أبرزها متوسط تكاليف أسعار الشحن لمختلف فئات السفن. وأشار إلى تخفيضات تصل ل 74% من الرسوم وفقا لظروف السوق الملاحي وقت تقديم العملاء لطلب التخفيض. وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن زيادة رسوم عبور السفن خطوة ضرورية فرضتها متغيرات سوق النقل البحري وظروف الاقتصاد العالمي. وأشار إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية إلى 8%، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات بالملاحة الملاحية في القناة. وأوضح أن أسعار الطاقة تؤثر على معادلة حساب الرسوم، حيث ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، وتجاوزت أسعار الغاز الطبيعي المسال مستوى 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. وأضاف أن تكاليف تأجير الناقلات البترول الخام ارتفعت بنحو 88% عن متوسطها العام الماضي، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11% عن متوسط 2021. تراجعت أسعار الغاز في أوروبا في نهاية تعاملات الأسبوع بسبب استقرار الإمدادات من النرويج وارتفاع مستويات التخزين رغم وقف التدفقات الروسية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. وهبطت الأسعار إلى 161 يورو لكل ميجاوات ساعة في بورصة أمستردام. وامتلأت مستودعات تخزين الغاز الطبيعي في دول القارة بنحو 85%، وهو معدل أعلى من المستهدف خلال هذه الفترة. وفي بريطانيا أظهرت بيانات الشبكة الوطنية وجود فائض في البلاد بنحو 16 مليون متر مكعب. يأتي هذا وسط توقعات بارتفاع المعروض إلى 206 ملايين متر مكعب مقابل طلب لا يتعدى 190 مليون مترا. قالت نقابة المراقبين الجويين في فرنسا إنها أبلغت أعضائها بتنفيذ إضراب آخر لمدة 3 أيام ابتداء من 28 من الشهر الجاري. وشهدت الحركة الجوية في أوروبا اضطرابا يوم أمس بسبب إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين، ما أدى إلى إلغاء 1000 رحلة وتأخير رحلات أخرى أطول من المعتاد. وطلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية من الشركات أن تلغي بشكل استباقي نصف برنامج رحلاتها المقررة. أوضح الاتحاد الوطني لمراقبي الحركة الجوية أنه قرر الإضراب لإبراز قلقه بشأن المستوى الحالي للتضخم البالغ نحو 6% وللمطالبة بزيادة الرواتب والإسراع بالتوظيف لتعويض النقص المتوقع مع إحالة ثلث مهندسي الملاحة الجوية إلى التقاعد خلال السنوات القادمة. ارتفعت العملات المشفرة بشكل إجمالي رغم ضعف وتيرة الصعود عدا الريبل التي تسجل ارتفاعا ملحوظا، الآن تشهد ارتفاعا البيتكوين الإثيريوم والريبل أيضا. أنظار المتعاملين في هذه السوق تتجه إلى الإثيريوم التي تذبذب أداؤها رغم إعلانها ترقية نظام التشفير إلى ما يسمى ميرج يوم الخميس الماضي، وهي تقنية ستسهم بخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في عمليات التعدين هذه العملة بأكثر من 99%. حاليا يتم تداول الإثيريوم عند 1443 دولار، مرتفع بنحو 14 ومرتفع أيضا بخمسة دولارات على مستواها خلال هذا اليوم. يتواصل الاتجاه السعودي للدولار بعدما سجل أعلى مستوى له في 20 عاما أمام سلة من العملات الست الرئيسية. ويعزى سبب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من أبرزها زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لعدة مرات وبشكل قياسي. ولكن في المقابل تتنامى المخاوف من تداعيات سلبية لذلك الصعود على الاقتصاد الأمريكي. التقرير التالي يوضح كيف أن الورقة الخضراء سلاح ذو حدين. قد يؤدي تنامي قوة الدولار الأمريكي إلى مخاطر بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم، حيث إن تزايد قوة الدولار يمكن أن يفضي إلى تراجع القدرة التنافسية للسلع الأمريكية، ومن ثم تفاقم فجوة العجز التجاري الأمريكي
الذي بلغت قيمته 70 مليار و600 مليون دولار في شهر يوليو تموز الماضي، فضلاً عن تهاوي أسواق الأسهم في بورصة وول ستريت. وربما يؤدي هذا الأمر أيضاً إلى نتائج مالية عكسية بالنسبة للشركات الأمريكية الكبرى التي تتراجع قيمة مبيعاتها، ومن ثم قد تتقلص أرباحها الدولية. وقد يحدث هذا الأمر ببساطة لأن الدولار القوي يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة لهذه الشركات. أما دولياً فإن قوة الدولار الراهنة تتسبب حالياً في هروب الأموال الساخنة من الاقتصادات الناشئة والنامية، وهي الاقتصادات التي فقدت من احتياطياتها من النقد الأجنبي نحو 380 مليار دولار هذا العام، وذلك حتى شهر يونيو حزيران الماضي. وتبلغ نسبة الاحتياطيات الدولارية العالمية حوالي 60% من إجمالي تلك الاحتياطيات الدولية، أي ما يعادل 12 تريليوناً و800 مليار دولار. هذا الأمر دفع الولايات المتحدة إلى استخدام السلاح الدولاري ضد روسيا في فبراير شباط الماضي، حيث جمدت ما قيمته 630 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي الروسي. وأكدت صحيفة فاينانشال تايمز أن الدولار يبدو قوياً هذه الأيام، لكن نقاط ضعفه في تصاعد مستمر، حيث إن تأثير العقوبات الأمريكية على روسيا قد يدفع العديد من البلدان إلى الإسراع في البحث عن خيارات بديلة. كما يمثل الدولار القوي مبعث قلق كبير للدول التي تعتمد على الاستيراد، لا سيما الدول النامية، إذ سيتضاعف ما يعرف بالتضخم المستورد المرتبط بشكل كبير بارتفاع تلك العملة الخضراء. نهاية أخبار اقتصاد المنتصف، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.